ورجعنا لكم بعد الفاصل. الشعر واحد من الفنون اللي بيقدر يعبر عن هموم الناس ومشاكلهم، وكمان بيقدر يوصل رسالة وأفكار بيخلي المجتمع قادر على التصدي لأي أفكار هدامة. معانا النهاردة الدكتورة مهرة إيل، أهلا بيكي. ازيك؟ أهلا بيكي. خليني في البداية أعرف منك، بديتي من الشعر إمتى وابتديتي كتابة وإنت عندك كم سنة؟ يعني بدأت كتابة كده كنت 10 11 سنة. أفتكر أول قصيدة كتبتها كانت لأمي، اديتها لها في عيد الأم. وقتها يعني كان مش الوزن ولا القافية بس الواقعين، لا ده كمان كان في أخطاء إملائية، بس أنا بحب أشكرهم دايما لأن هم ما شافوش ده، كانوا دايما شايفين في البداية إن أنا قدامها بقى أحسن حد بيكتب، فأنا شفت ده فيهم، فهم كان تشجيعهم يعتبر هو بدايتي. طيب عايز أعرف أهمية الشعر ودوره، وهل هو بيأثر في حياتنا اليومية ولا لأ، وإيه دور الشعر في محاربة الأفكار الهدامة؟ طبعا بيأثر، يعني الشعر بيحرك شعب في حاله. يعني عندك مثلا قصيدة عدى النهار للأبنودي، لما غناها عبد الحليم بعد النكسة سابت أثر كبير في الناس. عندك مثلا ثورة 25 يناير وغيرها، لو ركزنا هنلاقي أكتر حاجة أثرت في الناس وحركتها كان الشعر. نرجع ورا شوية، المتنبي شطر من بيت قصيدة قتله، فطبعا الشعر فكرة حية تفضل تأثيرها موجود دايما. يعني أكيد الشعر ليه أثر طبعا طبعا. طيب بما أننا اتكلمنا عن الأفكار الهدامة وكده، ممكن تسمعينا كده حاجة من إبداعاتك وشعر بخصوص الأفكار الهدامة؟ حاضر. تفضلي. جالوا جالوا علينا دماغنا مصدية، اكمنها مش مجدية، كل غاياتهم الميكافيلية. ابن فرعون صح لكني بسيط، ما احتكمش الا على صيت. اقنعوني اني بهيمه ملهاش غير الغيط، اكمني صريح منيش حويط، وصوتي يخرم اجدحها حيط. منيش بتاع نظام يمين استقراطي ولا يساري معارض لبلادي، منيش بردك واحد عادي. اسف اسف يا ولدي، ما كنتش عايز أخلف لا يقنعوك زيي بدور المعتوه المتخلف. أحلامه تتغنى في غنوة وينادوه بأرابوز، فيقتنع إن جت لأحلامه يجوز. لا ما يجص، طموحك ما بيتقتلش، علامك على زنازينهم ما يتوقفش. أوعاهم يقنعوك إنك بهيمة ما بتفهمش، لأن ده سلاحهم اللي ما بيخيبش. فما تسمعش، طور نفسك فكرك وما تهمتش. جميل جدا بجد، حاجة جميلة وأثرت فينا بالفعل الشعر كده، وبما انك انت بتقوليه فليه دور تاني بصراحة. ميرسي، حاجة جميلة جدا. بما اننا كده ملاحظين ان الشعراء الرجال هم اللي مسيطرين على المشهد بصورة كبيرة جدا ومفيش شعراء نساء، عايزين نعرف منك السبب. لو رجعنا مثلا للثقافة القديمة، هنلاقي ان في حين ان كان الشاعر الراجل بيشوفوه كإله، في نفس الوقت المرأة عبد. احنا طبعا تطورنا، بس للأسف في المجتمع العربي موجود كتير الفكر ده لسه بس بشكل مستتر. فهنلاقي ان المرأة بتقابل تحديات تكاد أضعاف التحديات اللي بيقابلها الراجل في إبداء الرأي، مش كشاعر ولا تأليف بس. يعني بس طبعا لو اتكلمنا عن منظور ككل، لا، في بالعكس في ستات كتير مؤلفين ناجحين جدا، منهم مثلا سيلفيا بلاس، مثلا جوان رولينج، دي مثلا من اعظم المؤلفين في عصرنا الحالي. يعني كتاباتها ضمن يعني اكثر الكتب مبيعا في التاريخ، فانت متخيل دي ست. طيب انا عايزه اسمع منك اغلى قصيده بتحبيها وشايفه ان كلمتها مؤثره جدا وسابت بصمه. هي في قصيده كنت كاتباها لاحد اصحابي، هي المرضى الكانسر. طيب ممكن كده تقولي لنا وتسمعينا بس علشان الوقت؟ ماشي. اتفضلي. وجعت رموشك، جمالك ما تاثرش، اصل القوه في عيونك ثابته ما بتوجعش. لو التاج شعرك برضو ما زلتي
ملكة ما تتوصفش، يا واقفة يا واقفة ورجلك ما سندكيش، يا طايرة بجناح من غير ريش، يا ضحكة الألم ما هزكيش، يا قدوة تعلم إزاي نعيش، يا قوة والحياة ما تهمكيش. جد جميلة، بنشكرك بنشكرك على الحلقة المتميزة دي، وبنشكرك جدا دكتورة مهرائيل، والشعر متميز فعلا بوجودك معنا. ولكن نرجع لكم بعد الفاصل في فقرة جديدة من برنامج مفتاح الأمل.